اذا كرة ثابتة ملعوبة رأسية جول. هدف مبكر دقيقة 8 ينجح مروان حسين في تسجيل الهدف الأول لفريق الطلبة. الطلبة يبدأ بقوة في هذه المباراة بتسجيل هدف برغم أن وصوله قليل كان لمرمى فريق أمانة بغداد، لكن الكرات الثابتة كانت هي الحل. أمانة بغداد 7 دقائق وأمام أنظار هذا الجمهور القليل من مشجعي الفريق الطلابي، وهم يمنون النفس إن شاء الله في أن يكون فريق الطلبة كما كان سابقا منافسا لصدارة الدوري العراقي، وهو الذي فاز باللقب 5 مرات ومركز الثاني 7 مرات. شوف هذه الكرة عالية لكن ارتقاء عالي، وكان خروج غير موفق لعلي مطشر، وبالتالي مروان حسين فوق الجميع يقفز ويسدد كرة برأسية وبسهولة وبحرفنة كبيرة لهذا اللاعب هداف الدوري 2013-2014، يسجل ثاني هدف. ومحمد كريم مروان، بدأ مروان، مرة لعبد القادر ومرة لمروان، العودة واستلام الكرة، كرات قليلة وصلت لمروان ولعبد القادر. خلي شوف هذه الكرة، أحمد محمد يختار يسدد كرة جول لفريق الطلبة للمدافع اليمين أحمد محمد. شوف تحدثنا عن أنه الطلبة محاولا أن يسجل وسط فرحة هستيرية لجماهير الطلبة القليلة الحاضرة بملعب أمانة بغداد. أحمد سدد وتمت الكرة بأحد مدافعي فريق أمانة بغداد، وبالتالي تدخل وتغالب الحارس علي مبشر، لكن كرة من مسافة بعيدة كانت ممكن يعني بها فترة تحضير، حتى الكرة اللي ارتطمت في رأس أحد لاعبي فريق أمانة بغداد كان ممكن يعني حسرة إيثار أحمد، وأيضا الحاج محمد فرحان مشرف الفريق. شوف الإعادة البطيئة، أحمد هو راد يسدد، لكن شوف الكرة وين ارتطمت بعباس عبد الكريم بمنطقة الجزاء، كان ممكن أن يعني يتم تلافها. طبعا محمد عبد الكريم برأس محمد عبد الكريم وتروح على يمين الحارس علي مطشار، مسجلة لعبد القادر طارق من أمامه خلدون إبراهيم، حكم قريب وشايف مصطفى الأمين يمر بمرور جميل ويلعب كرة إلى مروان حسين، خطيرة الكرة، حيدر يسدد كرة، رجعة مرة أخرى، جول ثالث للطلبة عبر مروان حسين، كرات جميلة حلوة. اليوم الطلبة غير، جمهور غير، يعني هاي الفرحة اللي انقذت في نفوس هؤلاء المشجعين القليلين اليوم تخرج بحرارة في ملعب أمانة بغداد بعد أن تقدم فريق الطلبة بالدقيقة 66 بهدف ثالث لمروان حسين. والله هذا الجمهور يستحق أكثر، جمهور الطلبة البعيد عن ناديه خلال هاي المواسم الماضية. أعتقد اليوم فرصة كبيرة لمعاودة الحضور وتشجيع هذا الفريق بعد الأداء الكبير اللي قدمه فريق الطلبة. والله هدف ممكن أن نشاهده يعني منذ البداية، منذ الكرة اللي لعبها مصطفى الأمين. شوف مصطفى مر ولعب كرة إلى مروان، مروان بكل أريحية يلعب كرة لزميله الأفضل حيدر يسدد يعيدها علي مطشر، وبالتالي مروان حسين ينجح بتسجيل الهدف الثالث على يمين علي مطشر عبدالي، حتى ما خلاله مجال يسوي محاولة.